يشهد العالم تقلبات في الأرصاد الجوية نتيجة للتغيرات المناخية التي تؤثر على درجات الحرارة بشكل كبير. إذا نبدأ الفقرة الجوية من حالة الطقس اليوم في عدد من العواصم العربية. نبدأ كالعادة من القاهرة، والقاهرة طقس حار ومشمس على الأنحاء كافة، تصل درجات الحرارة العظمى 36 والصغرى 25. أما الرياض تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 45 والصغرى إلى 30. أما أبوظبي العظمى 38 والصغرى تصل إلى 30 درجة. تونس أيضا الطقس مشمس، تصل درجات الحرارة 33 والصغرى 19. أخيرا الرباط العظمى 27 والصغرى 17. الطقس مشمس في العواصم والبلدان العربية. نذهب الآن إلى العواصم والبلدان الأوروبية والعالمية، البداية من لندن على العكس تماما. لندن أيضا تشهد طقس معتدل إلى حد ما، تكون درجات الحرارة العظمى 16 والصغرى 10. أما باريس العظمى 17 والصغرى 13. موسكو العظمى 30 والصغرى 17. واشنطن 25 والصغرى 13. أخيرا بكان تسجل درجات الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.